والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي لماذا ندرس التوحيد، أهمية التوحيد وخطر الشرك. نعم. نعم. القسم الثالث القواعد الأرض. قلنا هذه القواعد هي في الحقيقة شبهات يأتي بها على الشرك، ونحن بهذه القواعد نرد على هذه الشبهة. نعم. لكن ذكرنا لكم أننا لا نفتح باب الشبهات، نغلقها ولا نسمع لها. وإذا أردنا أن ندعو اليهود النصارى الكفار ندعوهم بالتوحيد لا بالشبه. يعني لا نسبهم، لا نقول أنتم عندكم كذا وكذا وكذا، لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني يهود ونصارى. لم يقل له ناظرهم، ناقشهم، بين ما هم عليه من ضلالات، لا. قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني معلمهم التوحيد. نعم. القواعد الأربع. القاعدة الأولى أو الشبهة الأولى والرد عليها. بعض الناس تنكر عليه الشرك، تقول لماذا تعبد غير الله، لماذا تدعو غير الله، لماذا تذبح لغير الله. يقول أنا مقر معترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق. نقول هذا لا يكفي وحده. لأن الإقرار بأن الله الخالق والرازق أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تكون العبادات كلها لله. من صرف شيئا من العباد لغير الله فهو مشرك. فمن نراه في هذه الأيام يصرف شيئا من العبادات لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن يقول أن الله هو الخالق والرازق، لا يكفي هذا وحده، لا بد أن يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. لأن كثير من الناس نسأل الله عليه السلام يصنع الشركيات، وإذا تسأل لماذا تشرك، لماذا تصرف شيئا من العباد لغير الله، يقول أنا مقر بأن الله خالق ورازق. ونقول هذا الشرك في العبادة شرك أكبر. القاعدة الثانية أو الشبهة الثانية. بعض الناس يقول لك عندما تنكر عليه عبادة الصالحين، عبادة الأولياء، عبادة الملائكة، إيش يقول؟ يقول أنا مذنب. وهؤلاء الصالحين لهم جاه، لهم مقام عند الله، فأنا أطلب منهم. أولياء الله مقام الله نزل كل سطيرة عليه كل سلمان دسم.
أريد أن يشفعوا لي عند الله. يقربوني إلى الله. الله الله نقول هذا الكلام الذي تقول من طلب القربة والشفاعة هو كلام الكفار. عمل ما تقول كذا من هذا. إملي جبني لا شو. يو بود كافر من كافر من كفران.